بغيت نشارك معكم هذا الميغان. هذه كاين الناس اللي كيتصلوا بيا كيقول لي بغينا هذا كيتصلوا على هذا الميغان هذه وبغيت نشاركها معكم. علاش لا؟ درت لها واحد فيديو صغير بغيت نشاركها معكم. هذه 2016 وطوموبيله العامره ما جايباش لوطوماتيك والطوا، حيت راه كاينه الطوا والاوتوماتيك، هذه غير العامره في دوزيام جينيراسيون. اي زوين اللهم بارك، نقاط تبارك الله، ما كاين لا كاين واحد شويه في ذاك البارشوك ديال اللور معاود تبدل. هذا هو المهم، اللي مهتم وقت ما جا نقول ليه اللي كاين في الطوموبيل. الناس ديال اكادير اللي بغا راه كاينه في اكادير، ديك الساعه نقول ليه الطوموبيل اللي فيها ونقول ليه الثمن. كيقول فيها مولا ديك 14 اونص قلت قد شويه. هذا هو طوموبيل زوينه 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 نقيه اللهم بارك، زوينه اللي بغا يكسب مزيانه له. مولا خصو غير يتقاد شويه في الثمن وصافي، كيقول 14 اونص خاصها شويه، نتمنى ان شاء الله يقاد شويه. هذه فيها جوان 16 حيت العموريه راه كتجيب جوان 17 وكتجيب الاوتوماتيك وكتجيب الطوا الضرب. هنا في هذه النواحي ما كاين شويه اللي فيه في جهه الفيروج في شويه، حيت راه صيفط لي واحد السيد راه هنا فين كاين، شتي هنا هنا فين كاين شويه، شتوه هاهو شويه في هذه البليصه هذه هاهو. واحد السيد من كازا عيط ليا هو اللي وراها ليا، قال لي راه كاين واحد الطوموبيله تما في اكادير شوفها ليا، فيها راه ماشي الشتا وعندي فيها شويه هنا شتو هنا فين كاين شويه ديال الضربه هاهي. وقلت للسيد ودي شنو فيها شنو فيها، ولكن المهم هاد البلاصه دابا هادي اللي محلي فيه ما يجبدهاش، ماشي شي ضرب خايب ولكن فيها شويه ضريبه صغيره، ولكن ماشي شي ضرب خايب. حيت اصلا قال لي عاودت البارشوك ديال اللور كامل، قال لي مولاها الريغيلاتور اللي ميتور فيها كل شيء. هذا اللهم بارك، طوموبيله زوينه زوينه اللهم بارك. هذه كلش جانب واحد لايك، الا مازال ما مشترك في القناه شارك، راه كاينين فيديوهات زوينه بزاف ان شاء الله.